بس كان هو المفروض ان هو هيدينا شوية حاجات كده على الشمال، المفروض ان احنا نخلصها. ازيك عامل ايه؟ ايه 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 ده؟ ولا هو ايه بس اقعد ساكت. هو بيقول لي دلوقتي، بيقول لي جيت ذا باتل فروم ذا فريدج، ماشي. هو بيقول لي دلوقتي ان انا اجيب الزجاجه من التلاجه بتاع البيبيرونه دي عشان اكله. حبيبي حبيبي تيك ا بيبي تو تشينج تيبل، تعالى انت. تعالى 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 تري هنا، تري هنا. هو جمله اصلا ان اكتر شخص بيكره الاطفال. ولا هناخد الحفاضه. اوكي ما طيب خد يا ازيك عامل ايه؟ اوه ايه بس اتنايل بقى على عينك بقى. ماشي المفروض ان احنا هنغير له. ايه بقى على عينك بقى بس كده ليه خان؟ وبعدين هي شويه تاسكس المفروض ان هو بيطلبهم مننا، ان احنا اول حاجه بعد كده طالب مننا ان احنا في خطوات رجلين هنا في البتاع. في حد طلع فوق، انت هرجع لك، انا هرجع لك. هو دلوقتي طالب مننا ان احنا نرميه في السرير او نحطه في السرير. تهب علينا بقى. فايند ذا ستوري بوك اند سيت داون. ده الستوري بوك. ذا برنس اند ذا كات. حبيب قلبي يا اسطى ربنا يبارك لك. نقرا النقرا بتاع Across the shore in distant lands with dark stars overhead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. اوكي بتكلم عن الملك ده، الولد الامير ده. Excitedly they ran outside. دخلت عليه تقريبا او نط عليه. ولقى في حاجه سريه في الجنينه. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتني كتير. لا مش كتير. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look. Look. لما راحوا عند النافورة ديت اللي هي النافورة الراقصة. But the prince didn't like the garden and started to cut the trees. وبدأ يضرب في الشجر وحفر الورد. He ruined everything. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. اوكي يعني هي القطة نفسها يعني بتقول يا ريتني ما جبت الولد الواد ده معايا. أطفال أحباب الله والله. ليه بقى ليه؟ ده ايه ده؟ ذا كي تو ذا سيكريت. لا شيء. يلا بينا. وش كده؟ انا لسه ده احنا لسه بنقول يا هادي الو. اللي بيخاف يطلع بره. دي القطة؟ يعني هي القطة جابت الواد الأمير اللي كان إيه؟ ده دي القصة؟ القطة جابت الواد الأمير دوت اللي كان نايم ده المحروق ده، تمام، وديته الجنينه. الواد طلع عبيط وقعد يحفر في الورد والحاجه. بعدين القطه قالت يا لهوي ايه اللي انا عملته دوت؟ ايه اللي خلاني جبت الواد الاهبل ده هنا؟ طب هو طالب مننا دلوقتي ان احنا wait for the parents watch TV. هنريح؟ هنستنى العيله؟ حطوا الواد في الفرن يا سمعه. ايه ده؟ ايه يا جدعان في ايه؟ مش دي فعلا هحط له فون هنا. مش ممكن على
عايز ايه؟ ايه ده؟ بس يا ده ايه القلش ده؟ بود ده بيبي ان قلت انت ازاي كده؟ نحط الوقت في الفرن فعلا؟ لا بلاش بلاش اتليه بقى هنا بقى ولا اعمل ايه؟ عايز ايه؟ هو عايز لعبة ولا ايه؟ خد دي خد البتاعة دي خد دي طيب خد يا عم القطة يا عم خلاص اوكي عشان القطة اللي في القصة يعني ليف ذا كان كلوز ذا دور مش حبيب قلبي ده مقفول اروح نتفرج على التلفزيون ماشي مفيش اي مشكله اقعد اتفرج على التلفزيون ايه بالدماغ في بوز السرير في ايه يا اخوان نايت 2 شكرا يا شوت اس بي على السبسكرايب دي الليله الثانيه جدا بيض الفروم ده فريج ماشي هات الزجاجه من الثلاجه ايه ده ها لا شيء ولا ما تهبط يا نايل بقى على عينك بقى تيك ذا بيبي تو ذا تشينج ذا اسكوب ايش 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 ايه ده؟ ثواني معلش انا معلش انا اسف اقعد بقى اقعد بقى جيت ا نيو نابي مين جيت ا نيو نابي؟ لا شيء ولا ده ايه الهبل ده يا مش طب مش طب مش مش هتبقى انت والواد يا عم اوكي ايه الهطل ده فيه اوكي ممكن نهدى بقى نهدى ران شكرا يا فيرو على الجيفتد سب بس بقى بس هو ايه البزاز دي تبعنا؟ ان امرجنسي بريك ذا جلاس اوكي نكسره ازاي؟ شكرا يا محمود على السبسكرايب هو ايه ال اوكي ايه الحفاضه دي؟ شكرا يا كفافي على السبسكرايب تيجي بيدي يلا بقى يلا بقى يلا بقى اوكي شكرا يا فيرو على الجيفت اتصاب بتستنوا لما بلعب لعبه رعب عشان تعملوا نوتيفيكيشن اهبط ها يلا بينا هرميك في السرير اوكي ترمي في السرير فاين ذا ستوري بتاع يلا هحكي لك قصه تاني يلا قصه الارنوب والدبدوب when the rabbit came to visit the prince said time لما الارنب جه عشان يزور الاميره big red eyes they scared her the prince okay she didn't want to stay quickly towards the exit عينيها تحولت للون احمر the prince ran right behind her and screamed she must be stopped ولا ايه اللي حصل؟ بود ذا كوريكت بلجن تو ذا اوكي المفروض المره دي تقريبا هن سحب سحب خد الارنوب خد الارنوب خد الارنوب انا عارف اللي انت عايز الارنوب ممكن نكمل بقى القرايه بقى بعد اذنك لو سمحت
ملحقتش حتى افهم ايه اللي حصل بالظبط. Through dark corridors he chased her. Hop. وفي الكوريدور اللي هي المظلمة او الطرق المظلمة الارنب عادي يتنطط. Round inside the palace in and out of space and sight. عادي يتنطط في يعني بره وجوه تقريبا، واللي هي عماله بتجري وراه. والامير دوت ما عرفش ان هو يمسكها، يمسك الارنب. The prince cried out, I need new friends, more, now, another. والأرنب ابتدى يتخرج من الباب واختفى. Don't worry now. والأمير دوت كان عايز قاعد يعيط وعايز انا عايز أصدقاء. Mother. ده قصة الأرنب والأمير. يا عم بقى تلهي بقى، عم بقى تلهي. Leave the door. Leave and close the door. ماشي. Chill out. اوكي نسترخي بقى يا اخوانا. اوكي حان وقت الاسترخاء. روح نتفرج على ايه ده؟ اوه دليفري. اوه حلوة. هنعمل اكل. بوت ذا بوكس اون ذا لونج تيبل. Finally zombies. اوكي خلاص zombies. zombies بقى اقفل بقى الباب ده. في حد مستنينا طيب ولا اي حاجه؟ مفيش اي حد تاني مستنينا. طب الحمد لله. repetition and how to repair them. اوكي ما علينا. يقول لك السمعه. سمعه صح؟ عامل ايه يا اخوانا؟ ايه الاخبار؟ دي لعبه بيبي ان يلو. قاعدين مع الشخص الغريب ده. نايت سيري. اتفرج على التلفزيون وش كده وش يا دي النيله السود. ملحقناش يعني. عايز ايه؟ اهلط. find something to eat. ماشي اوكي انا جعان فعلا، محتاج ان انا ايوه اد توست فيلينج. ممكن جبنه نحط جبنه. هات مثلا ايه؟ نحط جبنه رومي. عارف انت بتبقى جميله قوي مع شويه بقى شاي باللبن، واخد بالك انت؟ نحط ايه؟ طماطم. عارف بس الطماطم مع البتاعه دي. اد توست فيلينج زين بريد فيلينج. اوكي نحط واحده بقى تانية بتاع ده. ايوه خلاص مش عايز الشاي بلبن. ممكن اكلها كده حاف. فيد مي. حلو التلاجات دي. ايه التلاجة دي؟ انا عايز تلاجة زي كده في البيت. لا ما تقولش دي متاهة. ما تقولش دي متاهة، مش طالبة بصراحة. ها يا رجاله عاملين ايه؟ حلو قوي التلاجه بتطلع بره البيت. نايس. فين البيت بتاعي طيب؟ ولا البيت بتاع الواد؟ البيت ده تقريبا ده صح؟ انت يا محروق يا اتنيل بقى خد. تيك ذا بيبي تو تشينج ذا كود. تعالى يا عم. اجي جوجي اجي جوجي جوجي اجي جوجي جوجي. بس خلاص هنخ ايه بقى بس؟ اسكت. سلام عليك بصينية البطاطس. ويت. خد يالا. اسف يالا انا كنت بهزر والنعمة. كنت بهزر والنعمة. خد يا حسن. اوكي ده هو لو مش هيعمل لي هانت، ده هو كده دلوقتي هيعمل لي هانت. هو فين راح فين؟
خد يا. هو راح فين؟ انت هنا؟ انت هنا يا اسطى؟ وانا هو راح فين؟ تحت. ايه ده؟ ده من هنا. انا اسف على فكره، ما كنت، ما كانش قصدي، من كنت بهزر. والنعمه ليه بقى؟ ليه بقى هنا بقى؟ change the baby. على ليه ما لازم يعمل كده بعد ال ايه ده؟ لازم نعمل اسف. بريك ده، بريك ده امرجي، امرجنسي كلاسيس. ما تقولش ده ويت، ما تقولش دي بهيلس. استنى يا بقول لي، بقول لك ده للواد كود يا. يلا بلد البزازة للواد. لا لا لا، انا بس هفهمك 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 يا مجنون. The prince and the sheep. بقول لك البرين، الامير والخروف. قصدك ايه بالظبط؟ تقصد مين بالخروف يعني؟ تقصد مين بالخروف؟ ما انا مديك البزازة اقرا لك، اقرا لك صح؟ ستل ده بيبي؟ هستل ازاي؟ خد اهو، خد خروف اهو، خد دبدوب، خد اي حاجة، خد ده كوريكت بتاع دوت. ماشي، المرة دي، المرة دي هنديله الخروف. فين الخروف؟ خد الخروف. بمناسبة الكروسون تايب، تان تايب فاين ذا ستوري. يا سلام يا اسطى، اقرا لك الستوري اهو. It was cold throughout the palace. حدش خروف غير العيل ده. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. الستاير طارت. The prince was in his bed. It was cold. بقول لك الدنيا كانت بره برد والقمر كان مضيء. Please go and find my sheep. بقول لك الامير دوت كان في السرير ما لحقش. I'm thirsty. انا عطشان. الامير هو اللي قال كده. I'm dirty. Said the prince. So the sheep changed his clothes. بقول انا قذر، ايه ده فيها؟ I'm tired. انا تعبان. Said the prince. Let me count you. 1, 2, 3. بقول انا تعبان، وبعدين بقول خليني اعد تقريبا 1, 2, 3. Before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. تعالى شاركيني في احلامي، وخليك طول الوقت، خليك دايما في جوه دماغي. انشافك ران موتنا. ايه يا اسطى، ربنا يبارك لك. كل ده عشان حطيتك في الفرن. طب انا اسف. طيب موتنا، موتنا يا حبيب قلبي، ربنا يبارك لك يا اسطى. موتنا، موتنا صح؟ مس ابو سمعه، مس عمرو، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ موتنا، موتنا صح؟ اسكيب ان كونتينيو. اوكي احنا كده خلصنا صح؟ بيك مان دي حاجات 4 من 6. هو احنا كنا المفروض في حاجات نجمعها يا اخوانا، عشان بقول لك هنا 0 من 6 اللي هي بيك مان تقريبا القطط، وبقول لي هنا ان 4 من 6. هل في في لسه تاني ولا؟ رعب لايت. اه بالظبط.
والطفل فعلا رخم. طيب يا جماعه الناس اللي على اليوتيوب لايك اند سبسكرايب فور مور فيديوز لايك ذس. واحنا موجودين بقى ايه بقى على الفيسبوك وعلى تويتش عشان بس اللي هو ايه ما تحاولش تقول لي اسمعني انت بتعمل فين عارف انت تقول لي انت بتعمل في البوتاجاز والجو ده. احنا على الفيسبوك وعلى تويتش، اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو.